ما بتتحسبش كده يا صاحبي، اللي يقول لك المصريين هناك مش لاقين. لا راكب عربية مرسيدس تعمل لها 10 مليون جنيه وفي الآخر يقول لك ما تتحسبش كده يا صاحبي. مصطفى السويسي أشهر مصري في إيطاليا خلاص بقى من رجال الأعمال. إزاي السويسي قدر يكون من رجال الأعمال وإيه حكاية العربية دي معاه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. سبحان الله، من الفقر والجدعنة لواحد بيلعب بالملايين لعب. مصطفى السويسي ربنا كرمه من وسع وبقى من رجال الأعمال في إيطاليا، راكب عربية مرسيدس أعلى موديل وبقى حكايته حكاية. السويسي نشر فيديو مبارح ليه والواحد صاحبه في إيطاليا وهم راكبين عربية مرسيدس. السويسي اللي كان سايق العربية ونزل منها الله أكبر عليه، لبسه حلو وشيك وظابط شعره على الآخر. المهم هي العربية، اتضح ان الراجل اللي مع السويسي ده هو كمان مصري في ايطاليا. الاتنين كانوا بادئين حياتهم هناك على باب الله لحد ما ربنا فتحها عليهم. صاحب السويسي ده بقى عنده معرض عربيات على اعلى مستوى، والعربية اللي شفناها دي اصلا احتمال كبير تكون تبعه، وهو من حبه للسويسي واعجابه بيه بيلفوا سوا وليهم خروجات مع بعض. ما هم في الاول والاخر ولاد بلد واحدة والغربة جمعتهم سوا. مصطفى السويسي في اقاويل دلوقتي انه داخل مع صاحبه ده في معرض العربيات، داخل بنسبة كام بقى محدش يعرف، لكن يقال انه ليه حاجة في المعرض ده، خصوصا انه ظهر في فيديو تاني ليه مع جماعة اصحابه تانيين كانوا كلهم واقفين قدام عربية مرسيدس تانية لونها أبيض، والله يبارك لصاحبها كانت بتلمع برضو. طقم العربيات ده خلى عدد من الجمهور يكتب للسويسي باستغراب شديد إنه إزاي بيقول ما بتتحسبش كده يا صاحبي، وهو لسه نازل من عربية قيمتها تعمل 10 مليون جنيه ويمكن تزيد كمان في وسط الأسعار اللي احنا فيها دي. لكن اللي يمكن جمهور السويسي مش واخد باله منه ان كلمة ما بتتحسبش كده يا صاحبي دي كلمة شهيرة عند مصطفى السويسي وملازماه يعني في كل كلامه. في اي وقت بيتكلم مصطفى السويسي مع حد او في فيديو بتلاقيه قايل الجملة دي، بيقولها برضه علشان يعرف جمهوره ان مش اللي شايفينه قدام عينيهم هو كل الحقيقة، ومش كل اللي عايشين في ايطاليا هم اغنى الناس. السويسي قصده على فرق العملة والحاجات دي. السويسي هو اي نعم بيقبض هناك باليورو اللي سعر الورقة الواحدة منهم تعمل كتير بالمصري، الا انه بيقول انه برضه بيصرف بنفس اليورو، يعني اللي جاي على قد اللي رايح لو بتحسب المصاريف بنفس العملة. الفرق مع السويسي بقى دلوقتي ان ما شاء الله عليه بقى عنده محبين كتير في كل مكان، والمحبين دول هيشتغلوا اي حاجة هو هيتاجر فيها، سواء بقى كان معرض العربيات اللي قلنا عليه ده او حتى لو اشتغل في كافيه فهو هيسوق الكافيه ده من حب الناس فيه. السويسي معجبينه ومحبيه مش بس عرب ومصريين، ده عنده كمان محبين أجانب، عنده الإيطاليين كلهم بيحبوه، كل اللي اتعامل معاهم السويسي بيحبوه. مفيش حد اشتغل معاه مصطفى السويسي في مرة غير وطلعوا من الشغلانة متصاحبين. انتوا ايه رأيكم في العربية الجديدة بتاعت مصطفى السويسي؟